تمد طرفها إلى فصلها الدراسي بأسى، وبنظرة ترتسم عليها علامات التعجب والاستفهام تتساءل أسماء ماذا يحدث في مدرستها. ومن داخل الفصل تشرح لأطفال نازحين يبيتون في صفوف المدرسة وممراتها أين اعتادت الجلوس في صفها وقضاء يومياتها التعليمية رفقة زملائها. مشتاقة للمدرسة ورفقاتي والكتب كمان. مدرسة أسماء في أطمة في ريف إدلب حولتها الحرب إلى ملاجئ للنازحين من مناطق التوتر، فمعظم المدارس التعليمية في شمال البلاد تحولت إما إلى مستشفيات أو إلى ملاجئ أو نالها نصيب من القصف. والله حبيتها، كنت ناوية إنها بحلم من الدرس، يعني جد إنها سوية دكتورة أو شيء، يعني شاطرة هي، بس بقى نشوف أمتى الشغلة تتحل ما بنعرف. في وسط الصحراء أقام متطوع خيمة يأمها يومياً أطفال مهجرون يتلقون فيها مواد الرياضيات واللغتين العربية والإنجليزية بمساعدة متطوعين آخرين. ستزداد حدة المشاكل خلال العامين المقبلين، لذا نرغب في مساعدة التلاميذ وإشغال أذهانهم بدلاً من الضياع والانحراف نحو الأعمال الإجرامية. مشروع خالد لم يكن المبادرة الوحيدة، فحتى لا يضيع العام الدراسي على التلاميذ السوريين غير القادرين على الدراسة بسبب النزوح الداخلي أو التهجير الخارجي أو نتيجة القصف، بدأت تنمو ظواهر تعليمية بديلة لسد النقص. وفي هذا السياق أطلق ناشطون مدرسة أونلاين، وهي مدرسة افتراضية تفاعلية على شبكة الإنترنت تقدم دروسا في كافة المواد ولكافة صفوف المرحلة الأساسية. وفي مركز الإيواء بدأت مجموعة من المتطوعين بإعطاء دروس خصوصية مجانية لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، في حين عادت المساجد لدورها التربوي حيث تم إحياء ما كان يعرف بالكتاتيب في الأحياء التي سيطر عليها مقاتلو المعارضة. نوال عياض، العربية.